نور الدين خليل، نقيب هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بأكادير والعيون والقليم، وعضو مجلس جماعة أكادير. حضرنا لهذا الملتقى الذي نعتبره له أهميته. لماذا؟ لأنه عبارة عن قراءة للحصيلة العملية التي قامت بها العديد من الجماعات بجلسة ماسة، وخصوصا بأكادير وتارودانت وتيزنيت، على مستوى التنزيل العملي والفعلي للأمازيغية على مستوى الواقع من خلال التعاطي الذي تمثله الجماعات الترابية في علاقة المواطن مع المواطن، باعتبار أنهم يرتقون بوصفهم من وصف المدبر إلى وصف ممثل الساكنة. وبالتالي عرض ما تم قيامه في هذا الظرف القصير الذي لا يتعدى سنة ونصف من مدة انتداب هذه الجماعات، ويؤكد على أنه تم تحقيق الكثير، وبأنه ما تم تصويره سيمثل بمثابة انطلاق لما تريده الحكومة، الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني الأحرار، لتنزيل مقتضيات المادة 5 دستور المملكة، وكذلك تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي 16/16 وبقية المقتضيات التنظيمية، حتى لا تظل حبر على ورق، ولكن حتى تتحول إلى واقع يتم الإحساس به من طرف المواطن.